انا سلطانة الطرب حبيبي، انا سلطانة الطرب، انا سلطانة الطرب العربي، ما حدا يقدر ينفذني، انا سلطانة الطرب العربي، سلطانة الطرب وغصبا على الكل. فلة الجزائرية سلطانة الطرب هيك بيقولوا، انتو شو بتقولوا؟ تعالوا نحكي موسيقى. فلة الجزائرية سلطانة الطرب، في زمن اختفى فيه الفن الأصيل غنت فأطربت، صوتها مميز وأغانيها كمان مميزة، غنت لأهل المغنى. المغنى يا أهل المغنى صاير عجبا، في مغنى ما له معنى ولا في أدبا. هاي الأغنية من ألحان جورج مردرسيان وكلمات الشاعر الغنائي صفوح شغالة. فلة فنيا صوتها في كتير من الطرب والشجن والسلطنة، بمسيرتها الفنية في كتير من القصص والكواليس، علاقات جمعتها مع فنانين وملحنين وشعراء كبار، أما الأبرز من ناحيتي كانت علاقتها مع سلطان الطرب جورج وصوف، والفنانة فلة كانوا كمان الأصدقاء المشتركين بيناتهم الشاعر الغنائي صفوح شغالة والملحن المصري شاكر الموجي. واللي أكد لي وجود هاي المحبة بين جورج وفلة وقت مرض جورج وصوف، تمنت له الشفاء بطريقتها الخاصة وغنت له الهوى سلطان. الهوى سلطان، الهوى سلطان يا عشيني، الهوى سلطان. أما سلطان الطرب رد عليها من خلال برنامج مع نيشان بكلام كتير فيه من الاحترام والتقدير. فلة فنان كبير كتير كتير كتير، يعني مش أمزح، فلة من زمان بتغني معنا، قبلي بتغني. صوتها كيف؟ صوتها تمام. صوتها حلو وفناني وبتعرف تكتب موسيقى كل هذا الدمج بين هاي القامات أولد أغاني رائعة، واحدة من هاي الأغاني هي التحفة الفنية تشكرات. تشكرات أفندم جروحي جوكوزات. أما عن قصة هاي الأغنية بصوت الشاعر صفوح شغالة. تشكرات كانت عنا صلى شي سنتين ما حدا سمعوها كتير، فبهالجلسة أعطيناها 6 أغاني من ألحان أستاذ جورج. بس كمان مهم أحكي لك يا فلة، مش كل شي بيلمع ذهب، وللأسف واللي صار مع فلة الجزائرية في مصر هو السجن. فلة سجنتي؟ نعم. 18 شهر. يلي حصل لي 18 شهر مسجونة في بلد رايحة 3 شهور أبلش أعمل شغلي يلي أنا عملته هلا الحمد لله، ما يعني عملوا هيك عشان يوقفوني، خلوني يعني لو قعدت في المحاكم وليش وكذا. فلة ليش سجنتي؟ مش عارفة. نعم، انسجنت فلة الجزائرية في مصر لمدة 18 شهر بغض النظر بشو اتهموها، وكمان هي حكت بكل المحلات وبكل المنصات المختلفة إنها انظلمت وما كان لازم تقعد دقيقة واحدة في السجن في مصر. بس القصة المحزنة اللي صارت من خلال سجنها إنه بوقتها تم زواجها من نجيب المطوع، واحد من أثرياء الكويت، كان مهرها لحن من بليغ حمدي، نعم بليغ حمدي العبقري، وللأسف واحدة من فنانات تونس بلدها كانت السبب في تلفيق تهمة تسهيل الدعارة، وبعد سجنها طبعا الحلم اتبخر. بس يمكن في النهاية لما بنسمع فلة بتشكرات أو بأهل المغنى أو أغنية ولا حتى ثانية، بنتأكد أنه لو ما تحقق حلمها بالغناء من ألحان بليغ، فهي بلغت حلمها بالغناء والاستمرار بالغناء ليومنا هاد. رح نسمع دويتو حلو جمع بين الفنان فلة وكمان بين فنان سوري أسطورة في برنامج على قناة الام تي في لبنان. أما في النهاية لما بيسألوني ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بفهمها كل الناس. تابعوني على المنصات المختلفة، كنت معكم الياس مرجية، تعالوا نحكي موسيقى.